ما زلنا بنتناول موضوع الضغوط الهام في حياتنا. لابد قبل ما نتوصل لطرق تمالك الضغوطات والإرشادات العملية نحو راحة البال في حياتنا، لابد إنه نتعرف على المدلولات أو العلامات اللي بتبين إنه في عنا ضغوط في حياتنا وممكن تأثر علينا بطريقة سلبية، وطبعاً لازم ننتبه لها. العلامة الأولى هي الشعور بعدم الرضا عن الذات. لما منحط مقاييس عالية لأنفسنا أكتر من طاقتنا مع توقعات عالية صعب تحقيقها، بيصير في عنا ضغوطات في حياتنا. لما بيصير شعاري يا الشغلة كاملة 100% يا بلاش، معناته أنا ماشي في خطى سريعة نحو التوتر والضغوط. عدم الرضا عن إنجازي مع إنه بيبين إنه جيد للتطوير المستمر أو التحسين ورفع الكفاءة والوصول إلى التميز، بيبين إنه كويس، لكنه في الأحوال المتطرفة والمتكررة بيؤدي إلى حياة غير مريحة إلي وللآخرين. مرات ما بقبل إنه المهمة صعبة ومعقدة وبحاجة إني أتعامل معها بطريقة مختلفة، أو ممكن الأهداف تكون ضخمة ومبالغ فيها. لما بتحملها لحالي وبرفض مساعدة الآخرين رح أشعر إنه في تقصير وبالتالي تأثير على النتائج. لما بيراودك شعور عدم الرضا عن نفسك، اتأكد إنك رايح باتجاه الضغوط. العلامة الثانية هي المزاج السيء. المزاج السيء ممكن تعبر عنه بكلمات مؤذية للآخرين، أو نبرة صوت حادة، أو تنمر، استهزاء ساخر، ومرات ممكن يكون الصمت والانسحاب والكشرة. دايماً راقب مزاجك، تذكر إنه علامة مهمة بتدل على وجود ضغط في حياتك. أما العلامة الثالثة فهي الإحباط، والإحباط هو ناتج عن خلل في توقعاتنا من الآخرين أو حتى من أنفسنا. منصير نفسر سلوكيات الآخرين كأنها تقصير من قبلهم أو عمل مقصود تجاهنا حتى يضايقنا. مخاطبتنا لذاتنا بتكون كلها سلبية، ومنقفز لاستنتاجات سلبية، وهذا بيخلينا ناخد موقف سلبي منهم وما منقدر ظروفهم، ومع الوقت بيخلي علاقاتنا بالآخرين للأسف ضعيفة. راقب شو اللي بيحبطك، شو اللي بيخليك تشعر إنك مهزوم. تذكر إنه الإحباط علامة هامة للكشف عن الضغوط في حياتك. نيجي للعلامة الرابعة اللي هي الانشغال الزائد عن حده. الحركة الزائدة في العمل والمشغوليات المتراكمة والجهود المبالغ فيها بتؤدي لتوتر داخلي، بدلنا إنه نحن في طريقنا للضغوط. لما بتكون حركتي مستمرة وما بهدى، لما بكون دايماً قلقان على مرور الوقت وبطلع على الساعة كتير، لما مواعيد التسليم بتخليني قلقان وبركض في جميع الاتجاهات، لما ببطل عندك تركيز على مهمة واحدة، لما تلاقي حالك مش عم تاخد أوقات مناسبة للاستراحة وبتستمر في إجبار نفسك على العمل حتى وإنت تعبان، هذا دليل على توترك وممكن بسهولة يصيبك الإجهاد. المشكلة كمان لما نفكر إنه أخذ وقت للراحة غلط، ونصير نشعر بالذنب وإنه لازم نقوم ونكمل. بدون وقت مناسب للراحة والاسترخاء رح أخطائك تزيد، نوعية عملك تقل، طاقتك بتخف، وحتى اللي حواليك ببطلوا مستحملينك، وبالتالي بيزيد التوتر، وهي كلها إشارات لازم نراقبها فينا، وأهم إشي نعرف نتعامل معها. العلامة الخامسة أعراض جسمية ونفسية، مثل التعب والإجهاد بدون سبب واضح، مثل الأرق أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل. كمان بيكون في آلام عضلية في المعدة، ممكن فقدان الشهية، الملل، التباعد الاجتماعي، الحساسية المفرطة وغيرها. كل هاي ممكن تكون إشارات لازم تنبهنا حتى نتعامل مع الضغوط. رح نشوف لاحقاً طرق تمالك الضغوطات، لكن اسمحوا لي أترككم هلأ مع مقولة لجون دو باولا بيقول: هدي حالك، وكل شي عم تلحق وراه وعمالك تسعى إنك توصل له رح تلحقه ورح توصله في الوقت المناسب. المهم إنك تهدي حالك.